السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. اليوم نكلمكم على بلد أيسلندا اللي هو موجود في المحيط الأطلسي. كما تبين في الخريطة هي جزيرة معروفة ببلد الجليد والنار، معروفة بالبراكين اللي هي الناشطة فيها، ومعروفة بالشفق القطبي. ومؤخرا يعني من هذه واحد الأسبوع بان فيها نهر النار، وهو عبارة عن نهر ديال الحمم البركانية اللي كون نهر فعلا، لأنه وصفوه بنهر النار لأنه عبارة عن كما كيتوضح في الفيديو على أنه شيء غريب، يعني تدفق الحمم البركانية بواحد الطريقة اللي هي على شكل نار، على شكل نهر النار. فهذا الشيء بصراحة يعني شيء مهول، شيء صعيب، يعني أول مرة تظهر في أيسلندا، ولحد الآن ما زال ما عرفوش شنو السبب ديالو، شنو السبب ديال التدفق ديال هاد الحمم البركانية بهذا الشكل هذا، لأنه معروفة أيسلندا بالبراكين ومعروفة بال اللي هما المنابع تحت الماء اللي هي ساخنة جدا جدا جدا، ولكن هذه الظاهرة اللي هي كتبان لأول مرة في أيسلندا، ظاهرة ديال تدفق ديال الحمم البركانية بهذا الشكل هذا وبهذا الكمية هذه، اللهم الطف اللهم